سامي حظ في امرأة بارعة الجمال يتهافت عليها كل الرجال، تخطب في سن مبكرة جدا، وفي امرأة جمالها أقل مما ينبغي، وقد تكون عالمة ومؤمنة وطاهرة، في شيء تراه عينك على الشبكية وفي شيء يدركه عقلك. أنا أرى امرأة طاهرة عفيفة مستقيمة تعرف ربها، قلامة ظفرها أغلى من ملكات جمال العالم المتفلتات. لذلك أيها الإخوة، الحظوظ، الجمال حظ. أيام إنسان لونه يلفت النظر، أيام طوله يلفت النظر، ولا سيما المرأة. فهذه الحظوظ موزعة في الدنيا، توزيع ابتلاء، توزيع امتحان، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله، الجمال والقبح بعد العرض على الله. قد تأتي إنسانة من 10,000 كيلومتر من أجل أن تأخذ مبلغ يسير وتعمل ليلا نهارا، لكنها مسلمة مصلية طائعة، ترسل هذا المال لأهلها الفقراء. على الشبكية إنسانة صغيرة، الحجم صغير، اللون غير مقبول، وضع صعب، تعمل ليلا نهارا من أجل أن تطعم أهلها في بلدها البعيد. وفي إنسانة تسكن قصر جميل، تركب مركبة فارهة جميلة جدا. الجمال والقبح متى؟ بعد العرض على الله، كما قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. والآية الكريمة: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، واحد معه 90 مليار، واحد ما معه ثمن لقمة طعام، واحد بإمكانه أن يقصف هيروشيما بأمر وناغازاكي ويموت 600,000 إنسان ب3 ثواني، واحد مو قدران يتحرر من سجنه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، واحد بأعلى درجة من الغنى، واحد فقير جدا، واحد صحيح، واحد مريض، واحد قوي، واحد ضعيف، واحد وسيم، واحد دميم، واحد ذكي جدا، واحد محدود. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الآن دققوا في القسم الثاني: ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. درجات الدنيا مؤقتة مؤقتة، بينما درجات الآخرة أبدية. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية أؤكد على هذا كثيرا: الحظوظ، الغنى، الوسامة، القوة، الصحة، هي حظوظ، هذه توزع في الدنيا توزيع ابتلاء. لا تغتر بالمال، الغنى والفقر بعد العرض على الله. لا تتألم إن لم تكن الصورة كما تتمنى، الجمال والقبح بعد العرض على الله، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. والبطولة: من له مقعد صدق عند مليك مقتدر.